السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل مدرب المنتخب الوطني الجزائري بيتكوفيتش بعد أول هدف للخضر. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن واجه المنتخب الوطني الجزائري اليوم نظيره البوليفي، وهذا في المباراة الودية الأولى، وهذا على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وانتهت المواجهة بفوز الخضر بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة رائعة. والتقطت الكاميرا لقطة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش بعد تسجيل الهدف الأول لأمين غويري والخضر، وصفق بيتكوفيتش طويلا على الهدف الأول كما تشاهدون في الصور. ويذكر أن الخضر سيواجهون أيضا منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء القادم. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم